عدنا لحضراتكم وكاتبنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. دايما بيبقى لقاءنا الأسبوعي يوم الجمعة، بنحط النقط على الحروف في بعض القضايا، وأجمل ما في الحوار زي ما قلنا لحضراتكم إن احنا يعني بنبقى بنحط النقط على الحروف براحتنا يعني وفق المشاهدة المهمة لطبيعة القضايا اللي موجودة كل أسبوع، وحضراتكم أكيد بتبقوا محل اهتمام هذه القضايا، وإحنا برضو بنتناولها بكل اهتمام في هذا الأمر. برحب بحضرتك دايما أستاذ كرم، دايما على عنا وعلى راسنا يعني. أهلا بك أستاذ، والخطبة عزيزة يعني. ربنا يخليك. ربنا يكرمك فندم، ربنا يخليك. أعتقد يعني موضوع تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص معبر رفح والكلام اللي قاله فجر اليوم، أعتقد يعني محتاج برضو من حضرتك تعليق على هذا الأمر يعني. هو تصريح الرئيس بايدن أنه أقنع مصر أو أقنع الرئيس بإدخال المساعدات، ده بيثير الدهشة والاستغراب لأن الرئيس بايدن بنفسه له تصريحات عديدة بيشيد بيها بدور الرئيس وجهوده في القضية كلها، ولا وجه الخصوص إدخال المساعدات الإنسانية. فده بيخلينا نسأل، نصدق بايدن من؟ بايدن في تصريح الأخير اللي قاله الفجر النهاردة، الله في التصريحات الأخرى. أذكرك أن الرئيس بايدن 19/10 هو راجع من إسرائيل على متن أول زيارة ليه بعد زيارة. الأحداث CNN نقل التصريح، قالت أنه الرئيس بايدن أثنى على جهود الرئيس المصري لفتح معبر رفح الحدودي وإدخال كانت أول دفعة من المساعدات، وقال إن أول دفعة تدخل بعد يومين، وحذر حماس من أنها إذا استولت على المساعدات الإنسانية سيكون هناك أمر آخر. ده إمتى؟ 19/10 يعني بعد المسألة دي بكم يوم؟ 12 يوم. وبعدين نيجي مثلا 26/10 بايدن برضو بيصرح بيقول ان مصر بتبذل جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات. وبعدين نيجي في 30/10 بعدها بكم يوم، اقدر دور مصر الرائد واقدر دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وبرضو رئيس الوزراء وكل القادة الأوروبيين أثنوا على موقف مصر. مثلا نيجي نلاقي بلينكن يعني باعتبار وزير خارجية، ورئيس الوزراء البريطاني في الاجتماع اللي نقل على الهواء بينه وما بين الرئيس برضو قال أقدر الرئيس وأقدر مصر في إدخال المساعدات. فلماذا يطرح بايدن هذه المسألة الآن؟ هل عشان بيتعرض لضغوط شديدة فبيحاول يردد نفس المزاعم اللي بيرددها قادة إسرائيل في شأن إدخال المساعدات، ولا النسيان وضعف الذاكرة، أو أنه مش متابع التصريحات اللي هو بيقول؟ ما هو أحد أمرين ما لهمش تالت، يا إما ممالأة أو نفاق لزعماء إسرائيل في الفترة الانتخابية نتيجة الضغوط اللي بيتعرض ليها، يا إما هو يعني بينسى بينسى بقى التصريحات اللي بتقال. انا يعني برضو يعني اريد ان اذكرك بالاول لقاء ما جه المستشار الالماني لمصر، جاء باجنده كبيره. صحيح. ما كانتش الاجنده الاوروبيه الامريكيه فيها ادخال مساعدات ولا وضع انساني، ولكن كانت مقايضه غزه. وافتكر سياده الرئيس برضو وقتها كان على الهوا برضو واتكلم على الهوا واعطاه واعطاه درسا قاسيا يعني. هنا بقى الرئيس يعني انا عايز انقل النص. الرئيس اكد خلال هذا المؤتمر الصحفي على مساله ادخان، ده كان 17/10 يعني بعد برضو الازمه، ما كانتش الازمه تفاقمت. اكد الرئيس مجددا ده في اللقاء استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح لدى سماح الأوضاع بذلك من الجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل عملت غارات هدت الطرق اللي هي فكان صعب لازم تصلح الطرق دي في الأول. وقال كمان أن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر هو اللي بيحول دون سرعة ده نص الخطاب. المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية في حيثيات الحكم قالت إيه بقى؟
إن إسرائيل التي تسيطر على كل المعابر هي التي تمنع دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة وتفرض حصارا تاما، ويجب أن تتخذ خطوات فورية لتمكين المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل، ولا تملك هذه الهيئة اللي هي الأونروا أي وسيلة لتنفيذها. بتقول برضو أن إسرائيل، ده حيثيات حكم محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل أغرقت الحرب في قطاع غزة في كارثة إنسانية وتسببت في دمار هائل وأجبرت 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب. لكن احنا لو ركزنا على بايدن نفسه، ما يعني هو باعتبار انه الـ 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 الاوروبيين ما تطرقوش لهذا الامر. هو تصريح بايدن الغريب، يعني زي ما حضرتك تفضلت في البدايه كده، بايدن ما قبل 8 فبراير وبايدن قبل ما بعد 8 فبراير. يعني انا بلاحظ انه هو تصريح غريب شويه طبعا، يعني مش يعني في محله ومش دي الحقيقه اصلا. هي الرئاسه بادرت ورئاسة الجمهوريه بادرت وطلعت تصريح، لكن برضو المساله ان بايدن بيرد على بايدن تمام في هذه الاكاذيب، بيناقض بايدن وبيرد عليه المجتمع الدولي سواء زعماء اوروبا او محكمه العدل الدوليه. فهنا يعني بقول لحضرتك ان هذا التصريح بيثير غرابه واندهاش. هل هو يعني بيستهدف جذب بعض اصوات اللوبي اليهودي؟ ربما من عنده هو. هل بيداري على جريمه اسرائيل؟ لان منذ ايام التقارير الدوليه كلها بتشير الى ان المستوطنين بيسطوا او بيسرقوا المعونات الانسانيه عند صحيح. معبر صحيح، وهو فرض عقوبات على 4 من المستوطنين. يعني كلها اقوال يعني تثير كرب ابو سالم. المعونات بتدخل الجيش الاسرائيلي والمستوطنين يعني بيسرقوها. فهل هنا المقصود من تصريح الرئيس الامريكي انه يعمل يعني قنبله دخان او سجاده دخان حول ما تقوم به اسرائيل؟ وده الحقيقه موقف الرئيس بايدن طول الازمه. الرئيس بايدن بيقول تصريحات في اتجاه وعكسها في اتجاه اخر. وده دلالته يا استاذ كرم، يعني بحكم خبرتك الواسعه في دلالته انه يعني مستعجل انه رئيس مش قوي، رئيس ضعيف وبيحاول. وهل يعقل انه اكبر دوله في العالم يكون فيها رئيس ضعيف؟ اقوى دوله في العالم ولكن يحكمها رئيس ضعيف، رئيس ليس قويا، ضعيف بيضغط عليه اللوبي اليهودي بشده. هم كلهم بيضغط عليهم اللوبي اليهودي. هو بس دلوقتي في شويه هوان. هو دلوقتي في الفتره بتاعه اللي بيسموها في امريكا البطه العرجاء اللي بتسبق الانتخابات قبل الانتخابات. فكل الرؤساء بيبقى ايديهم مهتزه وما بيقدروش ياخدوا قرارات. كل الرؤساء ايضا بيتجهوا الى التكتلات او اللوبي اللي معاه الكتله الكبيره من الاصوات. الكتله الكبيره من الاصوات بيؤثر فيها اللوبي اليهودي. هنا بنلاحظ يعني مواقف بايدن متناقضه، مواقف بايدن في منتهى التناقض. يعني في الوقت اللي بيطالب فيه بوقف يعني لا يعترف بحرب إبادة، يعني بيقول ما فيش حرب إبادة، ما ده تصريحات. بيقول إن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب، ومستشاره للأمن القومي قال كده برضه لم ترتكب. في نفس الوقت يقول إيه، يعني إن خدوا بالكم من المدنيين، إن الأعمال العسكرية لا تلحق ضرر بالمدنيين. كيف كيف ده هنا المدنيين ملتحمين في غزه كلها؟ لا، والامم المتحده اقرت بده، وامين عام الامم المتحده اقر بده، وامين عام الشؤون شوف الانسانيه امين عام المول والمسؤول ملف الشؤون الانسانيه في الامم المتحده برضو بيتكلم في ده. ما فيش حد ما اتكلمش على مساله الاباده ومساله اللي بيتعرض ليه الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه وداخل القطاعات الاخرى. مفيش حد ما اتكلمش في الموضوع. التصريحات المتتاليه لسكرتير عام الامم المتحده بتطحط كل الاقوال الكاذبه. ومن اول ما جه المعبر بتطحط كل الاقوال الكاذبه اللي بيقولها بايدن. وبعدين ما احنا شاهدنا كل عدد كبير من زعماء العالم زاروا المعبر وشافوا التسهيلات. لماذا يتاخر دخول المساعدات؟ لان اسرائيل بتقوم بغارات على المنطقه المتاخمه للمعبر سواء عن طريق الصواريخ او خلافه. طب النهارده اسرائيل في اقوال يعني بتتردد ان اسرائيل بتخطط للهجوم على رفح لخلق دفع رفح الفلسطينيه، رفح الفلسطينيه لدفع الفلسطينيين الى منطقه الحدود اللي هنا. فانا اخشى ان يكون تصريح بايدن يعني عباره عن تمرير
لما تصرح بها إسرائيل بأنها تنوي الهجوم على رفح الفلسطينية، تمرير أو تبرير زي ما بيعمل في كل موقف. يعني كيف تدعو إلى وقف المذابح وإنقاذ المدنيين وأنت في نفس الوقت بتعارض وقف إطلاق النار بزعم أن وقف إطلاق النار بيضر بالقمن بيضر بالقوم تستعيد قوتها من تاني وبيضر أمن وانت إسرائيل. في نفس الوقت بتقول ان احنا قاضين على حماس. طب ما هي دي برضو حاجه غريبه جدا، انت خايف من هدنه، من وجهه نظرك خايف تدي جزء من الهدنه لانه حماس تعيد قوتها من تاني، في نفس الوقت انت بتقول ان احنا قاضين على حماس. طب ما هو الاثنين متناقضين. يعني انا لا استغرب في الفتره القادمه تصدر تصريحات امريكيه اسرائيليه تنال من الموقف المصري لاسباب كثيره، لأن لو بصينا على الخريطة نجد أن كلهم لو بالتعبير البلدي هنقول كده حسبوها غلط. حماس حين قامت بعملية 7 أكتوبر كانت بتريد يعني تخفيف الضغط الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فقامت بهذه العملية. لكن لو دققنا حماس ما حسبتش رد الفعل الإسرائيلي. صحيح، والتكلفة عالية جدا. والتكلفة عالية. إسرائيل في نفس الوقت ما حسبتش رد الفعل للمذبحه بتاعت غزه، يعني 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 هي دخلت في البدايه للقضاء على حماس ولم تستطع بعد النهارده بين 126 يوم او 100 النهارده على 4 شهور خلاص لم تستطع القضاء على حماس واضطرت انها تدخل في مفاوضات مع حماس عن طريق وسطاء عشان الافراج عن الرهائن. الولايات المتحده الامريكيه وكل من دعم اسرائيل بقى برضو هو مش فاهم موقفه ايه دلوقتي. هو ساند زي ما حضرتك تفضلت في البدايه ولحد مرحله متقدمه ساند اسرائيل بالزبط. في كل توجه دلوقتي بقى بيعيدوا الامر من تاني. الولايات المتحده الامريكيه ايضا حساباتها خاطئه في العمليه. صحيح. بدات الولايات المتحده الامريكيه بمد جسر جوي، يعني يمكن فتحت مخازن السلاح اللي لم يستخدمه الجيش الامريكي عشان تمد باسرائيل. الا تعلم الولايات المتحده ان هذه الاسلحه سوف تستخدم في قتل المدنيين؟ ما هي طلعت النهارده بيان بتقول فيه انه هيحصل فيه مساءله لكل واحد بيستخدم السلاح الامريكي، عايزين نشوف السلاح الامريكي كيفيه استخدامه ازاي. يعني ده كلام بعد ايه؟ يعني ده كلام بعد القتل اللي وصلوا 27,000 دول اسرائيل، والاول مره اسرائيل تخش في بعد القتل اللي وصلوا ده. انت استخدمت قنابل ارتجاج وقنابل الكترونيه وانت عتقت ما من زمان عنها. من دخلت بغداد وما دخلت العراق وما دخلت افغانستان وما ده قبليها قبليها ما دخلت برضو دول في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. وانت ما انت شوف حسابات امريكا فيتنام، ما انت عملت حسابات امريكا الخاطئه حتى الان من يعني الدعم الاعمى لإسرائيل. صحيح. وترسانة الأسلحة والدعم المادي ثم بعد ذلك ضرب الحوثيين. وأعتقد أن ضرب الحوثيين لم يكن مقصودا منه التخلص من مخاطرهم، لأن أمريكا بتدعمهم منذ عدة سنوات، ولكن كان مقصود به سيطرة أمريكا على البحر الأحمر وعلى الملاحة في هذه المنطقة وصارعت بـ 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 بالتشكيل اللي عملها حارس الأزهار. صحيح. صحيح. في تطور آخر بدأت أمريكا رد على قتل 3 جنود إنها تضرب شمال سوريا والعراق، حسابات خاطئة. صحيح. فجت ردود أفعال معاكسة للهجوم على القواعد الأمريكية أو التواجد الأمريكي في العراق وفي سوريا. يعني أنت بتفتح مجال. أنت الولايات المتحدة كما أنشأت الجماعات الدينية في المنطقة وبعد القضاء عليها بعدة سنوات بتعيد إحيائها من جديد تاني. وده الخطر اللي بيهدد المنطقة. التصرفات الأمريكية في المنطقة بتعيد إحياء الجماعات الإسلامية من جديد. داعش سوف تعود من جديد بسبب ما تقوم به الولايات المتحدة. هل أنت تتوقع أن فعلا ممكن جماعات السمانية تعود تاني؟ بدأت تعود. الجماعات الإرهابية اللي تعود تاني بدأت تعود وبيقوموا بعمليات إرهابية والتحارية. ده هو السياسة الأمريكية برضه. ما هو كله مين اللي حضر العفريت؟ مين يعني تنظيم القاعدة اللي قام بالعمليات بتاعة سبتمبر برجي التجارة وأمريكا؟ من الذي أنشأ تنظيم القاعدة؟ مين اللي كان بيدعم أسامة بن لادن في أفغانستان؟ ومين اللي بيقدم للسلاح؟ طب أقول لك مثلا عمر عبد الرحمن حينما نجح في الهروب من مصر إلى السودان 24 ساعة كان عنده جواز سفر دبلوماسي وتذكرة الطيارة خدته ودته أمريكا. يعني انت بتساند مين وبتدعم؟ رغم ان هذا الرجل مطلوب على ذمه قضايا كثير في مصر وغيرها.
لم تنتبه أمريكا إلى خطورة عمر عبد الرحمن إلا بعد سنوات طويلة، فاتهموه بالإعداد لجرائم إرهابية في أمريكا وحكموا عليه بالسجن إلى أن مات في السجن. أسامة بن لادن، مين اللي خلق أسامة بن لادن ومن أطفى عليه الحماية؟ وبعدين من دعمه؟ صاروخ أمريكي بقى، ما يعني خلصت المهمة. صاروخ أمريكي في باكستان أصابوا في مقتل وخدوه دفنوه في البحر، رموه في البحر، وهم يعني الطيارة اللي رمته في البحر كانت مشغلة قرآن كريم عشان يعني قال دي طقوس دفن الموتى. فمواقف كلها عجيبة وغريبة. وانت الآن الولايات المتحدة يعني تدعو دائما، أو بايدن بيدعو دائما إلى عدم توسيع مجال الحرب قولا، ولكن فعلا كل ما تفعله الولايات المتحدة على أرض الواقع بيدعو إلى توسيع نطاق العمليات. انت بتضرب في سوريا، بتضرب في العراق وغزة واللي بيحصل فيها، وبعدين رحت البحر الأحمر. السؤال اللي بنطرحه، نفقات الحرب المتعددة الجبهات اللي بتقودها الولايات المتحدة، مين هيدفع ثمنها أو هتمولها من جيب مين؟ ده سؤال مطروح. أنت دخلت حرب وعمال تنفق، دخلت حروب، حروب ده، حروب مش حرب، ده داخل بقوة في أوكرانيا، اللي في 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 بالحرب الروسية الأوكرانية، وداخل بقوة هنا في مع غزة، وداخل بقوة هنا مع البحر الأحمر وسوريا، سوريا البحر الأحمر العراق. طب انت عايز ايه؟ هتمول الحرب ده منين؟ انا بقول يعني لأشقائنا العرب، انتبهوا، لأن تكلفة الحرب في منطقة الشرق الأوسط لن يدفعها الشعب الأمريكي من جيبه، لأن الشعب الأمريكي دايما عند كل حاجة يقول لك دافع الضرائب ودافع الضرائب. في مساءلة هنا. أيوة، أمريكا برضو يعني لاحظ أنها بتصنع الخطر حتى تدافع من يتعرض عن الخطر، وبدون الخطر ما يبقاش في مبرر للدفاع عن الطرف. بالبلد كده هي اللي بتحضر العفريت، هي بتحضر، بس مش هي اللي بتصرفه. مش هتعرف، عمر اللي بيحضر عفريت ما بيعرف يصرفه. يعني هي، انا اقصد ان هي بتحضر عفريت لارهاب الاخرين، فزاع عشان ايه؟ ادفع هو اسمه ايه ده، مش قالها الرئيس السابق ترامب مش قال ايه؟ قال ما احنا بنحميهم وهي الحمايه دي ببلاش ما يدفعوا. يعني شوف يعني صراحة وصلت إلى يعني مش عايز أقول اللفظ الثاني، يعني ادفعوا ما دام إحنا بنحميكم فتتحملوا التكلفة. فأنا بقول يعني إيه، الموقف المصري من البداية هو الموقف العاقل والموقف الثابت والموقف اللي واعي لكل تطورات ومش بيزايد، لأن أنت بتدافع عن حدودك وبتدافع عن الأداء الفلسطينية في نفس الوقت. منذ لقاء الرئيس 17 أكتوبر مع المستشار الألماني، المستشار الألماني جاي بين الرسالة، فسمع من الرئيس السيسي الموقف المصري، عدم السماح بالتهجير، خط أحمر، مصر لن تسمع. تعرف، ويمكن قال له حاجة، أن لو سمحنا بالتهجير الفلسطينيين لا يعني ما حدش يضمن ان يعني ان حماس او المهجرين حد يندس يقوم بعمليه من سيناء الى صحيح إسرائيل. وده كان متوقع، اسرائيل هترد عليه. يبقى احنا ساحه انت دخلت حرب، بعدين انت خليتنا اسمح بالتهجير، وانا سمحت لنفسي ان انا هجر وتبقى على ارض انا، وانا سمحت لنفسي بالحرب. طب ما انا من باب اولى اقفل الباب واقفل الباب ليك انت، لمصلحتك يا فندم، مسؤول لمصلحه الفلسطينيين مش لمصلحتي انا في الاساس. برضو انا لمصلحه الفلسطينيين، لان انا لو سمحت لهم ان هم يخشوا عندي الارض من غير سكان ما لهاش لازمه. يعني انت بعدين انا هعمل عمليه تهجير كما كان في 48 وقبل 48 وبعد 48، يبقى انا بعمل عمليه تهجير وبايدي انا. بالظبط، يعني انت هتولع المنطقه كلها. لان يعني مثلا يعني احنا دعاه سلام واتفاقيه سلام وبنحافظ على تعهداتنا، ولا بنتدخل في شؤون اي دوله. اضطريت يعني كان اضطررت الحرب، فالمساله هتتغير. شكل الصراع، هذه المنطقه سوف تدخل بوابه جهنم كلها، واولها اسرائيل ولن تخرج منها. يمكن من كام فتره كده انا سمعت تصريح لمسؤول من حماس مقيم في لبنان، فبيقول يعني من الاقوال اللي برضو يعني ناخد بالنا منها، طب ليه ما تبقى سيناء خط دفاع عن صحيح
صحيح. عن القضيه الفلسطينيه، خط دفاع القضيه الفلسطينيه. يعني انا بحول الصراع من غزه الى سيناء، طب من غزه الى سيناء، ما انت عندك برضو يعني يا اخوانا اتقوا غضب الجيش المصري ده. الجيش المصري ده صابر وواثق وعائل، لكن يعني اتقي غضبه، اتقي غضبه. ما تقدرش تتذكر مثلا في يعني بعد حرب 67 الدرس الوحيد ان مصر كلها ما نامتش لحظه واحده. صحيح. صحيح. لحد ما اتحررت الارض. يعني شوف انت، الناس ربطت الاحزمه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، حتى الفن الاغاني بتاعه وعمالين نغني لسينا والارض الحزينه وما هديناش الا بعد ما سينا رجعت، لان هنا هي مصر كده، جيش مصر عيني لا تغفل اذا كان هناك شبر واحد مش في احضان الوطن. صحيح. فدي القضيه. فهنا يعني تيجي بقى تصريحات الرئيس الامريكي الخاصه بتزيد الموقف غموضا، بتزيد الموقف غرابه. يعني انت رجل بتتحدث باكثر من لسان، فم واحد، لكن بيتكلم في باكثر من لسان، يرضي الاسرائيليين احيانا، يرضي العرب احيانا. صحيح. يرضي، ولكن في الاخر ما بيرضيش حد، لان اسرائيل برضه غاضبه من الرئيس الامريكي، لان طالبه وفي عداء ما بينهم. مصر او الموقف العربي برضو شايفين بينظروا الى موقف امريكا والرئيس الامريكي. صحيح. بنوع من الشك. يعني ايه بشك؟ امتى بقى امريكا يبقى لها مصداقيه؟ امتى يبقى كلامها يعني تكسب ثقه الدول العربيه كلها؟ وبعدين يعني في الاخر ما هو بدات حتى الدول يعني العربيه اللي كان لها موقف صامت او محايد بدات تقول لا، القضية الفلسطينية، ومش هنتعاون مع إسرائيل إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية. وده موقف يعني عربي إحنا بنشيد بيه ونشجعه. صحيح. إن في الآخر يا إسرائيل مفيش تطبيع، مفيش تعاون اقتصادي، مفيش يعني مش هتحصلي على السلام. صحيح. ولا صحيح. التعاون الاقتصادي إلا إذا دفعت الثمن، والثمن هو إقامة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين، وده اللي أعلنته مصر من أول يوم للصراع. يبقى ده إذن إحنا بنتكلم على تناقض بايدن قبل 8 فبراير وبعد 8 فبراير، تصريحات مهمة جدا بتشيد بالدور المصري وتؤكد على التوافق التام مع الدور المصري في موضوع معبر رفح في الأساس والقضية الفلسطينية. وبعدين بعد 8 فبراير النهاردة في الفجر رحت مطلع تصريح كده لا يغني ولا يسمي من جوع، وبتحرف بعض الأمور وبتاخد القضية في سكة تانية خالص. فأنت هنا موضوع تباين غريب جدا غير مفهوم على الإطلاق. طبعا تصريح ضد كل الوقائع اللي موجودة. يعني ده هو بايدن بيرد على بايدن. تمام. يعني الرد الوحيد اللي نقوله بايدن يرد على بايدن. أو بايدن يرد على تناقض بايدن. على تناقض بايدن. بايدن تناقض واضح. بايدن 9 فبراير. احنا بلاش فاهمينه برضه، احنا بلاش فاهمينه. صحيح. يعني هو برضه كم يوم كده برضه قال الرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، بقول لك ده أنا قابلته الشهر اللي فات وعملنا كذا وبتاع. فهو يبدو إن هو الموضوع عنده ما بقاش الضغوط عليه مخليه مرتبك. الضغوط بسبب الانتخابات وبسبب يعني في هذه المرحلة في هذه المرحلة من العمر بيبقى الإنسان يعني غريب إن الدول دي دايما تقول لك تمكين الشباب. أمريكا شوف تمريك الشباب وأيام الاثنين الرؤساء اللي بيتنافسوا أيام أوباما أوباما ده قعدت أمريكا تغني على عودة الشباب وبتاع. وبعد أوباما رحت جايب ترامب مش عارف 80 سنة، وبعد ترامب رحت جايب بايدن، واللي جاي برضو عايز تجيب بايدن تاني. يعني هي امريكا يعني بيحكمها برؤساء يعني مش على المعاش، لا ده رؤساء بينهم وبين الحياه الاخرى على بعد خطوات، على مشارف الحياه الاخرى. فازاي ده يبقى مدرك توازن النفسي، توازن العقل، قوه اعصابه، قوه ارادته؟ ده المهم. لكن المهم ربما ده يشفع عليه. ما هي امريكا يبدو ان الرئيس بيبقى واجهه، ولكن من وراء هذه الواجهه في اجهزه وفي مؤسسات كبيره، مؤسسات كبيره هي اللي بتحكم. بس المهم هو كمان يتحكم في ردود افعاله وتصرفاته. لان لو قال تصريحات تاني يعني هيبقى موقفه صعب جدا، وموقفه دلوقتي برضه صعب جدا يعني. طيب خليني اخد فاصل وارجع ونكمل مع كاتبنا الكبير الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. عدنا لحضراتكم وبنكمل هذا الحوار مع كاتبنا الكبير الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
من لحظات كنا بنتكلم على تصريحات رئيس بايدن فجر اليوم اللي بيتكلم فيها حول مصر ومعبر رفح، وهو التصريح الغير موفق تماما والبعيد تماما عن واقع الأحداث، وبعيد تماما عن الدور اللي بتقوم به مصر من بداية القضية الفلسطينية في 7 أو بداية الموضوع بتاع غزة في 7 أكتوبر 2023، لأن بنتكلم على القضية الفلسطينية وبدايتها من 1948 لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم حضراتكم فيها دي. وأي حد يتمعن في هذا الدور هيجد ما نؤكد عليه وما يؤكد عليه سيادة الرئيس في هذا الإطار. نخش في موضوع آخر خاص بالأسعار وخاص بحزمة الإجراءات أو الحماية الاجتماعية اللي خدها سيادة الرئيس يوم الأربعاء اللي فات. حضرتك شايفها إزاي وانعكاسها إزاي على المواطن، وإزاي زي ما حضرتك تفضلت كده وكنت بتقول لي على في الفاصل كيف نحمي هذه الحزمة من الإجراءات؟ الدولة المصرية اتخذت ممثلة في الرئيس، اتخذت مجموعة أو حزمة من الإجراءات بهدف تخفيف المعاناة على الناس، ضبط الأسعار، تبقى الحياة أكثر يسرة. الدولة ليست الحكومة، وعلى الحكومة أنها تبذل قصارى جهدها لتطبيق أو لتنفيذ إرادة الدولة أو سياسة الدولة أو توجيهات الدولة، ونفرق بقى بالاثنين. أنا الأوان أدي مسؤولية الدولة، أصدرت توجيهات، يبقى على الحكومة تأخذ كل الإجراءات لتضع هذه الحزمة موضع التنفيذ، حتى لا تتسرب العلاوة من جيوب الموظفين لخزائن التجار. طب نبص كده، أشرف طاهر المخرج قال لي على حاجة لطيفة جدا، قال لي بص برضو سيادة الرئيس كاتب في التويتاية إيه، أو كاتب على الفيسبوك، انطلاقا من واجب الدولة زي ما حضرتك تفضلت لدعم المواطن، فاللي هو نفرق ما بين الدولة والحكومة. بالظبط، وحضرتك برضو قلت في الحلقة اللي فاتت لازم نفرق بين الاثنين، لازم نضع بقى اعتبار للدولة واعتبار للحكومة. إنما مثلا أنا بجد أي حد دلوقتي يقول لك الدولة المصرية فعلت، الدولة المصرية كلنا بقى في خلط شديد جدا. يا الدولة الكيان الكبير اللي ليها خط أحمر ما حدش يقترب منه وليها توجيهات محددة، الحكومة تنفذ. طب هنا أنا أنتظر من الحكومة إنها تطلع بقى قرارات ونشوف على أرض الواقع تنفيذ هذه التوجيهات، حتى يعني المواطن يشعر بأثرها. ليه بقى؟ أنت هتقول إجراءات وقرارات، الأسعار زي ما بقرأ إن الأسعار هديت، الأسعار تراجعت، بس في الآخر المواطن اللي هينزل السوق وبيشتري وبيحتك بنفسه وبيشوف بعينيه هو اللي هيصدق أو مش هيصدق. هي ما تراجعتش. طيب ما هو ده بقى إيه؟ يبقى إذن هنا على الحكومة إنها تضع هذه التوجيهات الرئاسية، توجيهات الدولة المصرية، يعني موضع التنفيذ، وما تتضايقش من النقد، وما تتضايقش من الهجوم. وعلى فكرة يعني أنا أثق في اللي حضرتك تتفضل بيه دلوقتي، إنه رئيس الوزراء وهو رجل من الأدب بمكان، ولازم نحن نشيد باحترامه وأدبه وخلقه واتساع يعني الأفق بتاعه في عملية النقد. فأنا مش ضد النقد على الإطلاق، بس في بعض يتجاوز النقد شوية أستاذ كرم في الفترة الأخيرة، إنه يعني بدأ يهبط. لا مش مطلوب، إحنا مش مطلوب احترام الوظيفة العامة. صحيح. واحترام الوزراء. صحيح. وأن يكون النقد مبنيا على معلومات. الله ينور على حضرتك. وأسلوب رشيق يعني، وأسلوب جيد، ما جرحش حد ولا أهين أحدا. صحيح. ولكن إحنا في الآخر بنستهدف تحقيق المصلحة العامة. صحيح. المصلحة العامة بتقتضي، نحن مقدمون على أيام مباركة، ويجب أن يشعر الناس ببعض أن القرارات اللي صدرت بها الحزمة الاجتماعية تنعكس بشكل إيجابي على السوق عليهم. يعني على مثلا يعني أقول لك، يعني لازم يعني يبقى في أفكار ورؤى. يعني بلد زي فرنسا كنا في زيارتها في أحد الأيام، بيعملوا سوق اليوم الواحد، شارع الشانزليزيه العظيم ده، يروحوا واخدين نص الشارع او جزء منه، المزارعين بيجوا بشكل مباشر من القرى ومن المناطق الزراعيه ومعاهم المنتجات، وبيبقى على طول من المزارع او من المنتج الى مفيش وسيط. هنا بتقل القيمه بتاعت القيمه الماليه. هل ممكن يعني تجربه زي دي سوق اليوم الواحد؟ صعب يعني في مصر هنا المافيا. صعب يعني المافيا. صعب. زي الفيلم بتاع اسمه ايه ده، فريد شوقي مثلا، عربيات جايه فبيطلع المافيا يدمروا. لكن بعدين 100 واحد هيطلع بمبررات وبتاع، وناس لها برضو مصالح.
والمحتكرين. ما هو والمحتكرين طب ما هنا بقى مسؤولية الحكومة أنها تؤمن أماكن فعلا. وتؤمن من الدكتور مطلوب. فأعتقد أن يعني لو التجربة تمت بحجم صغير الأسعار هتقل بشكل كبير بشكل كبير جدا يعني على الأقل 30%. يعني مطلوب ان يعني تبقى في اقتراحات وتبقى في اراء والوزراء يدخلوا يتكلموا مع الناس وياخدوا اراءهم واقتراحاتهم. هي يعني برضه زادت بطريقه غريبه الفتره اللي التوجيهات الدوله المصريه دي صدرت من يعني بقى لها فتره طويله والرئيس او الدوله بتعيد تاكيدها كل فتره والتانية. تمام لكن اسمح لي برضه ما انا ما بشوفش وزير بيخرج يتصدى وينزل يعمل جولة ميدانية ويشوف ده ويشوف ده. يعني احنا يعني هل حضرتك لامس ده؟ هو الحقيقة انا يعني نو كومنت يعني مش لامسين الحقيقة. احنا اتكلمنا قبل كده وطالبنا ان يكون في اجراءات اقوى من كده طالب الحكومة. ما عندناش تسعيرة جبرية لكن عندنا قوانين اخرى اشد صرامة لضبط الاسواق. طب ما عندكش تسعيرة جبرية لكن عندك قوانين ضد الاحتكار ومقاومة المحتكرين. قوانين ضد الاستغلال، قوانين ضد الغش، ضد الخداع. واحنا يعني الناس بتتعرض لعملية غش واسعة النطاق الحقيقة. يعني مثلا يعني احد الناس بيقول لك السكر، الحكومة نزلت السكر ب 27 جنيه. بعض الاماكن بتجيب السكر ب 27 جنيه ده بيبقى في اخطاء او حاطين عليه يعني غير صالح، وتحط جنبه السكر ابو 50 جنيه عشان انت تبقى مضطر تاخد ده. طب ما هنا ده مفروض واحد زي ده يتشمع. ووزير التموين طلع قال انه احنا كل السكر الموجود في السوق ب 27 جنيه، كل السكر الموجود في السوق ب 27 جنيه. ده بعد ما غلي كمان بقى. طب ما هو انت مفروض بقى ايه؟ انا هجيبه ازاي انا؟ يبقى في اجراءات حاسمه واجراءات يعني الخطأ باين. وبعدين انت داخل على رمضان بقى الناس الحلويات والكنافة والبتاع، هو شهر استهلاك السكر واستهلاك الأشياء دي. فيجب أن أنا برضو أبص للناس. يعني أنا بدأت أشوف في الشوارع أن بدأت الشوادر للأسف مش الحكومية مفيش فيها كل المنتجات. يعني حتى دلوقتي بص سعر اللحمة بقى زي سعر الدولار. يعني كل شوية يقول لك اللحمة مش عارف بقت ب 420، بقت ب 450. حد أنا يعني ما اعرفش ده صح ولا غلط بيقول الكيلو بقى ب 500. يعني بقى زي سعر الدولار. زي الدولار يقول لك بقى ب 70. طب ب 70 مين بقى مزايدة عليه؟ ومين اللي حدد التسعيره ومين اللي بيشتري بيها ومين اللي بيبيع بيها؟ وكأن العمليه اداره وهميه. صحيح. وبعدين للاسف الشديد ان الاسعار يعني اللي معاه 10 دولار مخليهم في جيبه لحد السعر ده. الراجل الجزار اللي في شارع او حاجه بيسمع ان فلان ده بيبيع، فخلاص انا هبيع زيه 500. صحيح. فهنا يعني لازم يبقى في احكام رقابه. انت عندك الهايبرز الكتيره دي. شوف ادخل شوف الدنيا فيها ايه. منافذ وزاره التموين او وزاره الزراعه غير كافيه. غير كافيه. وبرضه ما بيقولوا ان الرقيب غير كافي. يعني انا ما عنديش على كل شارع ولا كل منطقة هودي مفتشين غير كافيين. وده مش مقتصر على القاهرة بس، ده مقتصر على 27 محافظة. الأرياف. فأنا في الريف عندي، أنا راجل من قرية، السكر عندي مش موجود. السكر في القرية عندنا والله يا فندم مش موجود. يعني فعلا مش موجود. طيب أنا بتكلم بأمان. لازم بقى يبقى في يعني حتى احنا بنتكلم على الأسعار كإعلام. الإعلام يعني احنا مع بعض ازاي نغطي قضية الأسعار. قدامنا ثلاث وسائل. صحيح. الوسيلة الأولانية نفضل ننتقد ونصيب الناس باليأس والإحباط ونسود الدنيا قدامهم، ما فيش سكر ما فيش لحمة وكده. صحيح. الأمر الثاني أننا نطرح حلول وردية لا تتحقق، ودول الاثنين أسوأ من بعض. صحيح. الأمر الثالث أننا نجتهد كلنا لانتقاد الأوضاع وتقديم احنا مش دورنا حل المشكلة ولكن دورنا مقترحات تسليط الضوء عليها. صحيح. ونجتهد لتقديم وإحاطة المسؤول بيها. وإحاطة المسؤول ونبقى بس المسؤول برضه يتحرك. ما هو ده دوري بقى. ده دوري بس الآخر يتحرك. يعني لأن برضه أنت عارف يعني مش عايز يعني أقول في الحكاية دي لأن المشكلة موجودة على أرض الواقع.
لكن المواقع اللي بره، المواقع الاخوانيه بدات تستغل قضيه الاسعار. صحيح. مش بهدف. صحيح. بقى لا لا لا، بهدف الاصلاح، ليس لا بهدف لا احوال لا او الدفاع عن احوال الغلابة او التعاطف مع المواطنين، لا ده تقليب المواطن على الدوله وتوسيع الفجوه ما بين المواطن والدوله، ودي الحقيقه اللي فيها التفاف كبير قوي حتى من يوم 7 اكتوبر لحد النهارده. في التفاف كده حوالين القياده السياسيه، وفي التفاف حوالين قضيه الامن القومي، وفي التفاف حوالين موضوع غزه، وفي التفاف حوالين صيانه الحدود والحفاظ عليها. فبالتالي دي مسؤوليه مين انت بقى؟ بتمسك حاله الاسعار دي وعمال تزود تنفخ فيها. بالظبط. مسؤوليه مين بقى؟ مسؤوليه الحكومه. مسؤوليه الحكومه ان تكون متواجده وقويه وعندها حلول وعندها بدائل. خلاص انت عندك توجيه رئاسي، الدوله المصريه كلفتك صحيح بانك تدخل في مساله الاسعار وتبص للاحوال المعيشيه للناس. صح. وتراقب الاسواق. والدوله خدت اجراءات، حزمه من الاجراءات لزياده المرتبات. تمام. لكن في ناس مترصده بقى بالمرتبات، مستني كده على حس زياده المرتبات هيزود برضو الاسعار، كله زود، هيزود برضو ابتداء الأسعار. مثلا من ال يعني هو ما اكتفاش بانه موضوع يربطه بالدولار وزياده الدولار، لا قال لك ده كمان جيوبهم زادت، جيوبهم هتتنفخ بقى الشهر الجاي، العلاوه بقى والشهر الثلاثه والاجراءات اللي عملها سياده الرئيس، فنشفطها الاول قبل ما ما هو دي المشكله. دي المشكله يعني. احنا مش عايزينها بقى تبقى لا. وبدا الكلام من جهه ثانيه ان ده تمهيد للتعويم وتمهيد للحاجات، وامر في منتهى الخطوره انك دائما بتاخد الناس لمحطه الياس والاحباط. صحيح. طب ما هو اليائس والمحبط والاستسلام، انت منتظر رد فعله ايه؟ يبقى هنا يعني المعالجه الاعلاميه الحقيقه برضو يعني في خطره فيها. يعني طبعا الاعلام كله مشكورا واخد باله من ده، بس ننتبه برضو للمحاولات اللي بتحصل من بره. انت لو فتحت مش المواقع الاخوانيه على بس، ده كمان الجرائد الاقتصاديه الكبرى في العالم برضه شغاله. صحيح. على نفس النغمه. صحيح. وكان بينهم. صحيح. وما بين البلد طربات. يمكن احنا السنه اللي فاتت قلنا الديون البريطانيه بتلتهم 100% من العائد، وان الاسعار هناك ارتفعت 500%. مع طبعا انا مش هقول دخولهم كام واحنا دخلنا كام هنا. لكن مش بيتعرضوا لحمله منظمه. مش بيتعرضوا لحملات اعلاميه سواء من الجهات المعارضه او المناوئه او من مؤسسات التمويل الدولي. تمام. فهنا يعني الحفاظ على برضه الامن والاستقرار، ونبقى يعني النقد يبقى قوي ويبقى عنيف. تمام. وندافع عن حقوق الناس، لان ملناش مصلحه الا الدفاع عن الناس، لان لو ما دافعتش عن الناس هتفقد مصداقيتك. صحيح. وهتفقد الناس. صحيح صحيح. وانت حضرتك كنت بنتكلم من كام حلقه كده عن موضوع جرائم السوشيال ميديا، وان السوشيال ميديا بتهدد حياه الناس، وان في مشاكل كتير قوي بخصوص السوشيال ميديا، وان لازم يتم وضع حد لمثل هذه الامور. حتى ما زلت عند رايك انه دي جرائم لابد انها يتم التعامل معها بصوره حاسمه؟ بص انا هاخد الجانب الاجتماعي للسوشيال ميديا، ان السوشيال ميديا بتؤدي الى خراب مدمر، لها اثار اجتماعيه. خراب مدمر. مدمر بتؤدي الى اثار، يعني في بعض يعني احنا بنبص هنا في بعض القرى والارياف بتلاقي فيه على الفيسبوك وحتى في المدن بيتم انتهاك سمعه الناس. صحيح. التعرض لاعراضهم، ودي بيبقى لها نتائج سيئه، بنات بتنتحر في الاخر. صحيح. لان بتبقى في قريه ولها عادات وتقاليد، تبص تلاقي ركب صورتها على اجسام. أيوه. عاريه، فالبنت في الاخر تنتحر، ثم يكتشف الجميع انها بريئه. لكن طب دمها او يعني ذنبها في رقبه مين؟ فطبعا انت عندك القوانين، احنا عندنا قوانين حازمه ورادعه، والناس تنتبه. الناس تنتبه ان المحاكم المصريه دلوقتي بقت بتصدر احكام ما بيتمش تسليط الاضواء عليها، لكن لازم نسلط الاضواء عليها بالحبس سنه واثنين وثلاثه واربعه، والجرائم كلها. يعني انت مثلا التحريض على الفسق والفجور وتبادل الزوجات، ما هي دي منصوص عليها في القانون، عقوبة من 3 شهور ل3 سنين وغرامة كبيرة. فلازم كل واحد يبقى عارف ان يعني التحريض على مثل هذه الجرائم يعني هيكون مصيره اسود، وهيقضي عقوبة سجن، ده بالاضافة الى انه هيهدر سمعته. جرائم القذف والسب كلها وانتهاك الاعراض كلها معاقب عليها. في نقطة تانية، التعليقات. أنت عارف مثلا واحد كده يروح كاتب بوست مهاجم واحد أو مدافع، فتروح داخلة التعليقات إيه، تشتم لجان بقى وبتاع لجان وحاجات كده، ويقول لك إيه بقى ده، بعض الجرايد أو بعض المواقع المحترمة تعمل كده، يروح كاتب لك إيه،
التعليقات ليست مسؤولية الموقع. صحيح. ولكن لا ده انت مسؤول. ممكن تحذف، انت ممكن تحذف التعليق على فكرة. ممكن تحذف بس انت في الاخر ممكن تداريه كمان. في الاخر انت مسؤول، والعقوبة هنا برضو الحبس والسجن والغرامة والغلق. انت مسؤول عنها، مش حكاية بقى ان انا ايه رحت حاطط تعليق كده والناس داخله تشتم، لا ده على مسؤوليه اصحابها. لا ما ينفع. جرائم التصنت على التليفونات، يعني انت بتكلم مثلا واحد صاحبك وانت يعني وهو بيسجلك، وهو بيسجلك وبعدين يروح وبعدين يطلع بالتسجيل ده بعد كده. لا بالتسجيل. طب ما دي برضه معاقب عليها. وانا بطلب من الناس انها لا تتهاون في حقوقها، لا تتهاون. طب هل المجلس دور هنا يا فندم في المساله دي؟ بص المجلس له دورين. الدور الاولاني مساله الوعي. يعني لازم تبقى في حملات بالتعاون مع كل وسائل الاعلام، تتعمل برامج. صحيح. صحيح. عن الحكايه دي. صحيح. وده دور مهم. ليه بقى؟ لانه انت عندك يعني ده فضاء واسع جدا. 80 صفحه، 80 حساب فيسبوك، و 80 مليون و 40 مليون حساب انستجرام. فيعني هنا الوعي، لانك عندنا هنا 80 مليون حساب فيسبوك و40 انستجرام، ده 40 مليون انستجرام. شوف تيك توك بقى والمنصات. يعني ده عالم واسع. فانت بتتعامل مع بعض بيطالب بفكره تجريم التيك توك. هو البعض بيطلب غلقه، غلق التيك توك، غلق التيك توك. وفي دول زي المملكه العربيه السعوديه يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يتعمل في مصر، موقع اسمه تيك توك لايف. قد تضطرنا الظروف الى اننا نغلق هذا الموقع. يعني التيك توك ده احنا لايف، في تيك توك لايف. التيك توك لايف يعني التيك توك لايف ده ممكن يتلغي في مصر؟ ممكن يتلغي، لانه يعني احنا بندرس الحاله، لان المساله يعني دي موضوع جاد، موضوع جاد. في تجاوزات يعني انه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيدرس الغاء اللايف على التيك توك، لان التجاوزات كثيره. التجاوزات كثيره، وفي دول زي المملكة العربية السعودية أو غيره أغلقوا التيك توك لايف، لأن هنا في تجاوزات وفي انتهاك للقيم وفي انتهاك للأعراض وفي جرائم في السوق. على فكرة أنا بس عايز أوضح حاجة، الأستاذ كرم بيقول لي التيك توك هو بيتريق على التيك توك، يعني هو بيسخر من التيك توك. لكن هو واحنا بنتكلم هو بيقول التيك توك هو بيسخر من التيك توك، يعني برضو على لكن نرجع تاني، المجلس الاعلى للاعلام بيدرس الغاء اللايف على التيك توك. اذا وصلت التجاوزات، هي الملف بيتبحث، اذا وصلت التجاوزات حد معين. لانه التجاوزات اللي هي بخصوص ايه يا استاذ كرم؟ بس ده كلام في منتهى الاهميه. يعني بص التجاوزات كتير جدا دلوقتي، الصور يعني مثلا تجد حد بنت او حاجه يعني الرقصات الخليعه او تخلع ملابسها. ما هو في برضه المباحث المصنفات الفنيه. صحيح. بتقاوم الحاجات. صحيح. دي صحيح. مثلا الدعوه يعني مثلا للفجور في شيء للفجور. ما او تعاطي المخدرات وبتاع الزوجات اللي حضرتك تبادل الزوجات، تعاطي المخدرات. طب ما هو ده ممكن برضه يكون على المنصات الاخرى، ولا هو على التيك توك اكتر؟ هو على المنصات الاخرى، بس بيبقى في نطاق واسع. او ما انت مش يعني سياسه الغلق مع السوشيال ميديا، مع الثوره الصناعيه، مع الذكاء الاصطناعي، ده انت هتظهر اشياء في السنوات الجايه يشيب لها الولدان. صحيح. ما كانش حد متوقع الذكاء الاصطناعي طبعا. فطبعا مسائل الغلق يعني انت مثلا عندك حسابات الفيسبوك 80 مليون، 80 مليون هتلاقي منهم 40 مليون يا اما حسابات مزيفه يا اما فيها تجاوزات. صحيح. يعني هل تستطيع ده الغلق؟ يعني مساله مش، لكن ارجع على التيك توك بس، انه حضرتك انت مش كمجلس اعلى لتنظيم الاعلام ليس الغاء التيك توك. انت بتدرس التجاوزات، ضبط الامور بس، وضبط الامور، ضبط الامور، ضبط لكن الامور. الغاء التيك توك لا. في عندك الحاجات اللي هي بتشكل جريمه، انتهاك قيم، انتهاك اعراض، قذف وسب، الكلام ده المحكمه على طول، والمحاكم بتصدر. وده مش دور المجلس. رادعه. ده مش دور المجلس. انت دور المجلس، انت بتحط الضوابط والقيم وبتراقب اللي ما يلتزمش بيها. انت حضرتك ممكن تشتكي ممكن كمجلس؟ ده ممكن بعض الاحيان نبلغ النائب العام، لان انت ما عندكش سلطه الحبس او سلطه انك تنفذ القانون. انت التبليغ بس، القانون. الابلاغ بس. انت لو وجدت
يعني المراجعه الظاهره. ده مهم ده المراجعه الظاهره. وعلى فكره احنا ابلغنا النائب العام في عدد كبير من المواقع بتشكل قص وسب. ما هي الناس هنا بتخلط ما بين المجلس، انت بتجي لك قضيه معينه انت بتدرس ظاهر الامور. صحيح. ظاهر الامور بيديك سلطتين، اذا كان ظاهر الامور واضح وجالي فيه مخالفات بتغلق بتاخد قرار بالغلق. اذا كان بيشكل جريمه انت بتخطر السلطات المختصه النائب العام. وسبق ان اخطرنا بعض المواقع طبعا، لان بتبقى في اشياء بتحتاج مراجعه وتمحيص وبتحتاج محامي ودفاع وكده وتطبيق القانون. لكن حضرتك احنا بنتكلم بقى على المنصات الاخرى، لكن على التيك توك هو احنا مش هنلغي التيك توك. لا احنا مش ضد لا مش تيك توك ولا غيره، ولكن اما بتصل التجاوزات اعاده ضوابط الامور في لما كنا وعلى فكره الاخلاق والدين والجنس الضوابط في ضوابط تشغيل في ضوابط اخلاقيه وفي ضوابط قانونيه، وده احنا. طب حضرتك بقى اللي بيطلع لايف وبيسيء، هل هو يعني انا مثلا طلعت لايف على التيك توك وعملت حاجات مشينه، انا هنا بتحاسب وبيتقفل حسابي وبتحول انا للتحقيق؟ وتحول للتحقيق وبيبقى في قرار. بس هي الناس يعني مش مدركه مستغرقة خطوره ما تفعله. ايوه ده الامر الاول. الامر الثاني بيقول لك من امن العقاب اساء الادب. ففي ناس متخيله ان العقاب مش هينالها او بتاع. لا 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 لا، دي كل هذه الموضوعات منظوره. القضاء المصري بيبقى حاسم جدا. الله يكون وحازم القضاء في المصري الاحكام. القضاء والداخليه انا بشغلهم بحاجات المفروض يعني احنا عندنا بصيره بيها. يعني برضو خلي بالك الله يكون في عون الاجهزه الامنيه ويكون في عون القضاء طبعاً والقاضي برضو ربنا معاه لو يجي لها قضيه. لا وانت اما تيجي اما تيجي تبص على 80 مليون صفحه يعني ازاي هتراقبهم وازاي هتشوف اللي فيهم 40 مش عارف ايه عندك نتفليكس مش عارف 7.5 مليون صفحه 8 مليون عندك ديزني اكتر من في مصر هنا 600-700 ألف اشتراك. ديزني مخصصة يمكن 50% من ميزانيتها السنة اللي فاتت لإنتاج برامج ومحتوى يتعلق بالمثليين. يعني ده انت العالم يعني السوشيال أو ده جنون واخد العالم إلى طريق الجنون. فهنا الطريق الوحيد انت عندك الوعي، ولازم على فكرة يعني احنا كإعلام كلنا نشتغل في القضية دي. صحيح. إثارة الوعي لدى الناس. البنت اللي قاعدة في البيت قافلة على نفسها أو الولد يعرف أنه إذا ارتكب خطأ هيبقى في عقوبة شديدة وعقوبة. وفي نفس الوقت يعني نوضح للناس الأخطار، نوضح للناس المشاكل دي تيجي منين، لأن في ناس بتتقتل وفي جرائم بترتكب وعمليات نصب وعمليات احتيال. والمجال بيتسع في الفترة القادمة. فطبعا يعني قضية في منتهى الصعوبة، وده الوجه الاسود للثوره الصناعيه. طيب خليني يعني بس احط نقطه على الحروف في القضيه دي، ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيدرس الغاء بندرس التجاوزات اللي على موقع تيك توك، وخصوصا واذا ثبت تيك لايف اذا ان هذه التجاوزات خصوصا البث المباشر في تجاوزات ضخمه. احنا بندرس اتخاذ اجراء، لان دوله زي المملكه العربيه السعوديه اغلقت هذا الامر. الاردن عامله قانون مشدد جدا. يعني كل دول العالم يعني تقصد حضرتك ان احنا مش بعيدين عن المشهد العالمي. لا لا، انت مش ببع انت بتطبق اعلى المعايير الدوليه في الرقابه والمتابعه. ومع ان احنا ضد الغاء او ضد ان احنا ننتهك حريه احد او نتدخل في يعني في مضمون حاجه. يعني انا عايز اقول لك ان المجلس طول الفتره اللي فاتت لم يغلق ولم يصادر. ده مهم يا فندم. لم يغلق ولم يصادر ولم يتبع احد بالعقوبة. المجلس في الفتره اللي فاتت لم يغلق ولم يصادر لا موقع ولا قناه ولا اي حاجه. اما بيبقى في لينا ملاحظات بنرى بنعمل انذار بنعمل انذار وتحقيق وغيره. وبعدين اما بتبقى في مخالفات قانونيه بنبعت للنائب العام، لان مش دور المجلس. حضرتك بعت للنائب العام في الفتره الاخيره قضايا. بعتنا ثلاث اربع قضايا، يعني ما فيش داعي نقول ايه خاصه ببعض المواقع وفي تجاوزات. والنيابه بتاخد قرارها واحكامها، وفي الاخر كلنا بنرفع تعظيم سلام للقضاء واحكام القضاء. لكن هنا دوري ان في مخالفه
تمام. مش هسكت يعني لا ينبغي السكوت عليه. لكن احنا في حتة التيك توك احنا اللايف ده في تجاوزات في مشكلة. فاحنا بندرس إلغاء في مشكلة. احنا عايزين نحمي الولاد والبنات. مجتمع. المجتمع. حماية للمجتمع. المجتمع. هذا الإجراء هو حماية للمجتمع. في يعني في تجاوزات كتير. في تجاوزات أخلاقية. جال حضراتكم شكاوى؟ جال حضراتكم في شكاوى وفي متابعات. في متابعات. في متابعات لأن في. فأنتوا الدراسة بناء على ما جاء ما وصل إليه. والرصد. والرصد. وبيتم بيتم الرصد. وبعدين ما هو احنا. طب امتى يبقى القرار النهائي في الموضوع ده؟ يعني موضوع الدراسة. بص هي حزمة على بعضيها. إن أنت حاطط ضوابط قانونية وفي ضوابط أخلاقية وضوابط تشغيل. ودي طلع بيها كتاب دوري من معالي رئيس الوزراء وأبلغنا به كل الجهات المعنية وجهات الدولة. تمام. في ضوابط التشغيل والضوابط الأخلاقية والضوابط القانونية. وانت يعني بتدرس بقى الحالات في ضوء هذا الكتاب الدوري إلى أن يتم تعديل القانون في الفترة اللي جاية. طيب. سؤال أخير. بعرف حضرتك طبعا بقالنا فترة كده بنتكلم فيه موضوع تولي الكابتن حسام حسن مدير فني المنتخب القومي. حضرتك شايفه ازاي؟ بص انا شايف ان حسام حسن ممكن يعني ان يبقى شخصيه اسطوريه زي حسن شحاته وزي الجوري او ممكن يعني يقضي على البقيه من عمله. السي في بتاع حسام حسن في مساله الاحتجاجات والشغب مش جيد. مش جيد. وبدأت المواقع التواصل في الفترة الأخيرة سرب بقى بعض سربوا له حاجات كتير قوي تخليك تبقى حاطط إيدك على قلبك. حاطط إيدك قلقان من ده يا استاذ قلقان لأنه هو لو ارتكب أي عمل من هذه الأعمال في أي يعني بطولة دولية أو حاجة يعني هيلحق بالكرة المصرية. مش يمكن طبيعة المنصب تفرض عليه ان هو ما ده اللي نتمناه. نتمنى بقى ان يتمسك بأقصى درجات ضبط النفس خصوصا إبراهيم حسن. ينسى بقى انه كان بيدرب أندية. ينسى ان الحكام بيظلمه. يلتزم ويتسلح بالروح الرياضية وضبط النفس والصمت. طب ده الجانب السلوكي. الجانب الفني. الجانب الفني ما اقدرش احكم عليه برضو لان ممتاز. حسام كلاعب ممتاز. له امجاد ولكن كحسام كمدرب ما يعني لم يقدم خدش ما خدش بطولة ولم يقدم إنجاز. فهنا برضو يعني إيه أنت عندك الجانب الفني يسيب الاحتكاك تثبت الاحتكاك ولا يثبت والجانب الأخلاقي أو التصرفات دي لا محتاجة كلنا خايفين محتاجة ضبط نفس لأن ما ثبات انفعالي ممكن كمان الثبات الانفعالي بتحصل في حالات انفجار يفضل ساكت ضغط 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 وانفجر مرة واحدة ده مش مطلوب. لا مش مطلوب. لكن في الآخر احنا بنؤيده وبنقول ربنا يوفقه. بشكر حضرتك كاتبنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. حقيقة نقط النهاردة مهمة جدا يعني تطرق إليها الأستاذ كرم جبر بداية من تصريح بايدن الغريب جدا بخصوص معبر رفح ووصولا إلى الحزمة الإجراءات أو الحماية الاجتماعية اللي الحقيقة يعني شيء من التفاؤل كده شعورنا بيه يوم الأربعاء اللي فات لما سيادة الرئيس أقر هذه الحزمة وبعدين جرائم السوشيال ميديا. أنا مبسوط من الحتة بتاعت جرائم السوشيال ميديا دي لأنه المسائل محتاجة فعلا شوية انضباط. يعني كلنا بنستخدم السوشيال ميديا وكلنا بنعمل لايفات وكلنا بنعمل أو أغلبنا بيعمل لايفات وأغلبنا بيعمل فيديوهات وأغلبنا بيحاول بقدر الإمكان يوصل للجمهور بتاعه لما بيكون معروف يعني. فلازم بيكون وانت بتوصل الرسالة تكون فاهم الرسالة اللي انت بتوصلها ازاي. فالأستاذ كرم تفضل بأنه المجلس بيدرس إعادة ضبط السوشيال ميديا والجرائم اللي بتبقى في إطار ده لبناء مجتمع صحي وللحفاظ على ولادنا وإخواتنا وحبايبنا وفي هذا المجتمع اللي احنا نتمنى له كل الخير والصحة والسلام. بشكر حضرتك دايما أستاذ كرم وفي انتظار حضرتك الجمعة القادم بإذن الله. إن شاء الله. شوف حضراتكم دايما بكل خير إن شاء الله. يوم الخميس القادم لنا معكم لقاء الخميس والجمعة الأسبوع المقبل بإذن الله. تصبحوا على خير.